الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ضير ونحن نقف اليوم على مشارف توديع سنة الجامعية 2022 2023، فسعادتنا عظيمة بحضوركم اليوم معنا ومشاركتنا فرحتنا بتكريم النجباء من طلبتنا الأعزاء. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الذي أخرجنا من ظلمة الجهل ودرك الضلال إلى نور العلم، والذي كان ولا زال قائدا وقدوة لنا. لنا وتحملكم لنا وتشجيعكم لولا من شعبنا. مع الكبار في العالم المجد والخلود لشهداء الأبرار، بارك الله فيكم، والحكم والاستئذان لهذا الحمل، فمبروك عن الجميع وشكرا.